لا يا عماد، مش ده التاني. حاضر يا حبيبتي. شكرا، ميرسي قوي. نفسها طاهر. لا يعني تسلم ايديها والله، كويس انها لاقيه وقت تعمل شغل البيت، يعني كتر خيرها، ربنا يديها الصحه كده ويطول في نفسها يعني. الله يعزك يا رب يا استاذ ابراهيم. طيب يا استاذ عماد، يعني اديك عرفت الحدوته اهو، طلباتك اؤمر. طلبات ايه يا استاذ ابو؟ وربنا انعم علينا بنعمه الستر، هو بس في شويه ناس غلابه كده اخلاص بتعطف عليهم، اجانب وعايزين نخلص لهم ورق الاقامه. لا متيسره اهي. لا يعني اكتبوا لنا بس اساميهم في ورقه وعنينا نخلصها لكم على طول. ابن حلال ده بقى يا سيدي عم محروس ليه البواب، واحد من الاخلاص عايز اتخلص لهم ورق الاقامه. شوف، رغم ان عندنا ثبت يحب يطلع يوميا يوصل الطلبات بنفسه. امير عم رؤول على الجدة الحنفية. ايه عم رؤول؟ ده بقى يا سيدي عم رؤول السباك، كل ما يجي يسلك الحوض اخلاص تسده بشعرها. مغلي بقى. معلش، اصل شعري بيقع من كتر التفكير. تفكير؟ بتفكري في ايه اخلاص؟ ده بقى يا سيدي عم اميتاب بتاع الانابيب. شوف، رغم اني موصل وصلة غاز طبيعي دافع فيها دم قلبي، إلا إن إخلاص تخليه يطلع كل يومين يغير الأنبوبة. شعرك بيسد الأنبوبة برضو؟ لا، هي قلبها كبير. حب عم أميتاب؟ عم، قلتلك ما تهزش راسك كده تاني، اتفضل على جوه. مش عارف جايب الحركة دي منين؟ مع إن اللي أنا ولا أمه بنعمل كده. هيكون لقطها منين يعني يا أستاذ عماد؟ أكيد من التلفزيون مثلاً. أو من بتاع الأنابيب. مثلاً. مثلاً. أو من التلفزيون. مثلاً.